بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. رزقنا الله وإياكم الطلب بثأرها في الدنيا والفوز بشفاعتها في الآخرة. ما هي مسؤوليتنا كآباء وكأمهات تجاه أولادنا بخصوص قضية الزهراء عليها السلام؟ هل يجب علينا أن نوضح لهم هذه المظلومية أو لا؟ في الإجابة عن هذا السؤال، هناك رواية وردت عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق: إن لي أهل بيت وهم يسمعون مني، أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ لديه عائلة وهم يستمعون إلى كلامه ويأخذون بنصيحته، فهل يجب عليه من الناحية الشرعية أن يدعوهم إلى ولاية علي عليه السلام أو لا؟ فقال: نعم، إن الله عز وجل يقول في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا الله سبحانه وتعالى كلفك أيها المؤمن بأن تقي ليس فقط نفسك من النار، لا، بل يجب عليك أن تقي نفسك وأن تقي أهلك من النار. بعض الناس، بعض الآباء، بعض الأمهات يقول بأني أنا مؤمن أو أنا مؤمنة وأنا ملتزمة وأنا ملتزم، فما شأني بأطفالي؟ فما شأني بإخواني، بأخواتي؟ هذا الكلام غير مقبول في منهج أهل البيت عليهم السلام. الإنسان يجب عليه أن يقي نفسه وأهله نار جهنم، ولا يمكن أن يقيها إلا بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. كذلك في رواية أخرى عن أبي بصير قال عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم، تأمرونهم بالولاية وتنهونهم عن خلاف الولاية، تأمرونهم بالواجبات وتنهونهم عن المحرمات. هكذا يمكن للإنسان أن يقي نفسه وأهله من النار. كذلك في رواية أخرى، لما نزلت هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس: يا رسول الله، كيف نقي أنفسنا وأهلنا؟ قال: اعملوا الخير وذكروا به أهليكم فأدبوهم على طاعة الله. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ألا ترى أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ أمر، يأمر النبي بأن يأمر أهله بالصلاة. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذا هناك واجبات الله سبحانه وتعالى جعلها على الأب والأم وعلى كل فرد من أفراد العائلة، أن يعرفوا أهلهم الحقيقة، أن يعرفوا أهلهم المنهج الصحيح. كذلك في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وآله، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن. هذه الأمور يجب عليك أيها الأب وأيتها الأم أن تؤدبوا أولادكم عليها، أن تؤدبوا أطفالكم عليها، أن تجعلوهم من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وآله ويحبون أهل بيته ويقرؤون القرآن، يكونون ملتزمين. السؤال هنا الذي يطرح بأنه: هل أن الأمر بالولاية يكفي أو هناك واجب آخر؟ نعم، أنا أمرت أطفالي وأمرت أهلي باتباع علي عليه السلام واتباع أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن هل هذا يكفي؟ لا. عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وإلى منهجهم سلام الله عليهم، نجد بأنهم قسموا العقيدة إلى قسمين: قسم هو الولاية، والقسم الآخر هو البراءة. لا يمكن لي أنا كأب
أريد مصلحة أطفالي وأريد مصلحة عائلتي وأريد أن أقيهم من نار جهنم أن أعلمهم الولاية فقط دون البراءة. هذا منهج ناقص، منهج غير كامل، منهج غير مرضي. لاحظوا هذه الرواية أنه جاء رجل وقدم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قدم عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أحبك وأحب فلانا، وسمى بعض أعدائه. أنا أحبكم يا أمير المؤمنين، أحبك أنت وأحب أعدائك. فقال عليه السلام: أما الآن فأنت أعور، فأما أن تعمي وإما أن تبصر، إما أن تكون على منهج الولاية وأن تتبرأ من أعدائي، وإما أن تكون على منهج المخالفين وأن تتبرأ مني. لا يمكن لي ولا يمكن لك أن تكون مواليا فقط بدون أن تتبرأ من أعداء أهل البيت عليهم السلام. المنهج الصحيح، الدين الصحيح، يجب أن يشتمل على الأمرين، على الولاية وعلى البراءة. كذلك هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قيل له: إن فلانا يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوكم، لا يتبرأ كثيرا، أو لا يتبرأ في كل الأحيان، أو يتبرأ من بعضهم ولا يتبرأ من البعض الآخر، يضعف عن البراءة. فقال: هيهات، كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا. هذا الإنسان الذي يدعي بأنه موالي وأنه إنسان ملتزم وأنه إنسان محب لأهل البيت ولكنه لا يتبرأ من أعدائهم، هذا إنسان كاذب. فإذا يجب علينا كمسؤولية شرعية ملقاة على عاتق الآباء، على عاتق الأمهات، على عاتق جميع أفراد العائلة، أن نعلم أطفالنا المنهج الصحيح، خصوصا بأنه وردت وأنه ترد بعض الأمور غير الصحيحة، بعض الأمور الكاذبة، بعض الأمور الغير واردة في التاريخ وغير واردة في السنة النبوية، ويعلمونها لأطفالنا في المدارس، ويعلمونها لأطفالنا في الروضات أو في الجامعات. هذا كله يتوجب علينا بأن نصحح لهم هذه الأفكار. الطفل عندما يذهب إلى المدرسة يجب علي كأب وكأم أن أفتش ماذا يدرس هذا الطفل في المدرسة، ماذا يتعلم في الجامعة، ما هو الأستاذ الذي يعطيه هذه المعلومات. الكثير من المعلومات إذا رجعتم إلى المناهج الدراسية تجدون بأنها مخالفة لأهل البيت عليهم السلام، ينصعون صورة وصفحة قتلة أهل البيت عليهم السلام ويظهرونهم للعالم على أنهم أناس عدول وأناس كانوا مؤمنين ومتقين في هذه الدنيا، والخلاف والحال على خلاف ذلك، أنهم قتلوا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها. فإذا أنا اليوم كوالد وأنت أيتها المؤمنة كأم واجب عليك أن تعلمي أطفالك المنهج الصحيح، وإلا هذا الطفل سيكبر ولا يكون متمتعا بالعقيدة الصحيحة، بالعقيدة المرضية عند أهل البيت عليهم السلام. تجده بأنه في جانب من الجوانب هو مهتم بالدين ومهتم بولاية أهل البيت عليهم السلام، ولكن في جانب الآخر عندما يصل الأمر إلى أعدائهم تجد بأنه لا يمتلك موقفا حازما تجاه أعداء أهل البيت عليهم السلام. جعلنا الله وإياكم من الذين يحسنون تربية أطفالنا في هذه الدنيا ويجعلونهم من الموالين لأهل البيت عليهم السلام ومن المتبرئين من أعدائهم في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.